هوروسكوب مع داليا. بونجور مستمعينا، ودايما عبر أثير إذاعتكم الـ 1450 AM نحن على موعد جديد مع الأبراج الصباحية، وأنا دايما معكم من وراء الميكرو داليا. برج الحمل، بتشعر بالجرأة وبتتحمس للتحرك بعدة اتجاهات ولفرض حضورك واختنم كل الفرص اللي بتمر قدامك. وثق بحالك وبالشريك، وما تخلي تصرفات الغير تأثر على علاقتك العاطفية، وما تحاول انك تنشر غسيلك قدام كل الناس. برج الثور، بيتحدث الفلك عن انفراج مالي، قول ان شاء الله، وبتنجح بإيجاد حل جذري لمسألة شغلت تفكيرك وبالك بالأسابيع الماضية. بتعكر مزاجك بعض تصرفات الشريك، فليش ما بتحاول إخباره لتفادي تكرار هالأمر. برج الجوزاء، ما بيوعدك الفلك بأرباح طائلة، ولكن الجو واعد بالازدهار، المكاسب وحتى الارتياح، بيغمرك شعور بالطمأنينة وبيستقر وضعك المالي. يلا شد الهمة وعبر له للشريك عن حقيقة مشاعرك، فما حدا بيعرف يعبر أفضل منك. برج السرطان، دور هالسيارة وعجل عالشغل، فالقعدة بالبيت بتزهق وبتساعدك على بذخ الأموال بدل الحصول عليها. حضر لك شي سهرة أو حتى لقاء مميز، طلع من الروتين اللي معيش حالك فيه وغرد ببستان الحب. برج الأسد، بتقدم أطروحة باهرة أو بتتابع مفاوضات صعبة ومعقدة، وبتلعب دور رئيسي داخل المؤسسة. بتساعدك الظروف على مواجهة الوقائع بشجاعة، وبتقرر فتح أوراقك للشريك. برافو. برج العذراء، بتتدلل اليوم وبتتغنش بمكان عملك، وما بتسمع إلا الكلمات الحلوة اللي بتخلي لك معنوياتك عالية، بس هيدا أقل تعبير عن جهودك. ريح حالك وما تحمل هم، فالشريك شيلك على كفوف الراحة، الأمان وحتى الإخلاص. برج الميزان، يعني يا ما شاء الله بتتمتع بسرعة خاطر وبديهة، وبتملك أفكار جيدة وجديدة، ما تخليها لنفسك بل تشارك فيها مع زملائك وبتلاقي الترحيب. تهتم ببعض الأمور اللي بتتعلق بالعائلة والشريك، وبتحاول حلها كلها قبل ما تتفاقم، ومثل العادي دايما عندك الحل الشافي. برج العقرب، قوتك وثقتك بنفسك هن عنوان يومك، حاول الحفاظ عليهم كل نهار بالإضافة لطولة بالك. عم تشعر بالملل وما عم بتلاقي الوقت الكافي للتواجد مع الحبيب، يمكن فنجان قهوة مع جلسة حوار قصيرة بيرفعوا لك معنوياتك. برج القوس، خلي إجريك على الأرض قد ما حصدت نجاح، فاليوم مخبالك مفاجآت عديدة، إعجاب وتفوق. ليش بعدك صامت وما عم تحكي؟ قول وعبر عن مشاعرك قبل ما يفوت الوقت ويفلت من إيدك الحبيب. برج الجدي، بتفتقد لفترات الاستراحة وبتضطر للفيقة بكير، وبتضاعف جهودك بالوقت نفسه لإنهاء الواجبات اللي بانتظارك. بتمرق بمرحلة دقيقة وشائكة وبتشعر بالغضب، حاول إنك تحكي مشاكلك لشخص مقرب منك، لأنه الحكي بشكل نصف الحل. برج الدلو، تبدأ يومك بتحديد أولوياتك وخيرا تفعل، بس ما تلتهي وما تنق من صعوبة الأمور لأنك قد وأكتر. تنشغل عن الحبيب بأمور متنوعة مثل العمل الدراسي أو حتى الأمور اليومية، ولكن هالأمر منه عذر لأهمال شريك حياتك. برج الحوت، تتسلم عمل جديد أو مهام إضافية، ومع أنه أكتر صعوبة، ولكن وجه بيكون فاتحة خير عليك. حين الوقت لتتحاور أنت والشريك حول الأمور الأساسية والمستقبلية، وبينصحك الفلك بفتح أوراقك كاملين قدام حبيب القلب لبناء علاقة صادقة وصحيحة. باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.